انيارا قرية سورية قديمة تتبع مركز منطقة إعزاز في ريف حلب الشمالي وتبعد عنها مسافة 7 كيلومترات في اتجاه الشرق، كما أنها تبعد عن الحدود التركية السورية مسافة 4 كيلومترات في اتجاه الجنوب وتقع إلى الشمال من مدينة حلب 50 كيلومترا، كما أنها تقع على يسار الطريق الواصل بين مدينتي إعزاز والباب في ريف حلب الشمالي ب3 كيلومترات. ويتبع لها مزرعة عين نيارة التي سميت نسبة إلى عين ماء جارية جفت قبل أكثر من 15 عاما. تبلغ مساحتها 800 هكتار مزروعة بالحبوب والقمح والبقوليات وبعض أشجار الزيتون. أما عدد سكانها فيبلغ 5000 نسمة من أهلها الأصليين المقيمين ومن عوائل سورية مهجرة قصفا من مناطق إدلب وحلب وحمص والرقة والمنطقة الشرقية. يعتمد أهلها في معيشتهم على الزراعة وعلى تربية الحيوانات وعلى الأموال التي يرسلها أبنائهم من بلاد المهجر. يوجد فيها أكثر من 400 رأس من البقر إضافة إلى 3000 رأس من الغنم. التعليم فيها متوسط بسبب الطابع الزراعي الرعوي لسكانها. يتسم أهلها بالطابع البسيط وبالمحبة والتعايش والكرم. يا رب. السلام عليكم. استاذ يعطيك العافيه. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. تعرف عليك؟ استاذ طلال الملا مدير مدرسه نياره. يا اهلا وسهلا فيك استاذ طلال. حياك الله. كم مدرسه في نياره؟ مدرسه واحده متالفه من ابتدائيه واعداديه. قديش عمر المدرسه هون؟ تعود الى 1975. تمام. عدد الطلاب اللي فيها بالقياس الى اهل القريه؟ عدد الطلاب فيها 600 طالب تقريبا 95% من نسبة أهالي القرية يدرسون أبنائهم في هذه المدرسة. ممتاز. في هي ابتدائية مو هيك؟ ابتدائية نعم. وإعدادية مع بعض. الثانوي وين؟ الثانوي يكمل الطلاب يعني في إعزاز. إعزاز. بالعموم شلون هو نسبة التعليم والثقافة والشهادات الجامعية في الضيعة؟ والله يعني جيد جدا تعتبر. هناك خريجين في الاقتصاد، في الطب، في الهندسة، في الصيدلة. كثير من القرية هي تخرج فيها كثير من المحامين من يعني نسبة التعليم فيها جيدة؟ فيها جيدة جدا والله الحمد. نعم. قرأت يعني وصراحة اتخذ عدد من الشخصيات اللي هون فقالوا لي هون تعليم متوسط. السبب انه في طابع زراعي، طابع رعوي. يعني هون في عندكم ابقار كثير، عندكم اغنام كثير، عندكم زراعه كثير. صحيح، هذا صحيح انها الارياف والقريه بشكل عام تعتمد على الزراعه، ولكن هذا لا يعني انها تقتصر على التعليم، تقتصر على الزراعه. لا، هناك خريجين وهناك يكملون في الاجيال الكبيره، الاعمار الكبيره ومتعلمين كل هذا الشيء. الاعمار القديمه لا يوجد شهادات. ودراسه؟ الدراسه كانت شبه اميه قديما كما يحكي لي قدمة. لكن اليوم بهذا الوضع بهذه الفترة التعليم فيها جيد. جيد جدا. والله. جيد جدا. الحمد لله. حكي لي عن يعني النمط الثقافي اللي هون للناس. فكرهم إيش هون؟ ثقافتهم إيش؟ شو بيفكروا؟ طبيعة الإنسان اللي هون. طبيعة الإنسان كطبيعة أي مدرسة بأي ريف، كقرية نيارة في المدرسة في التعليم، يعني تعتبر تفكيرهم كله يعني بشكل عام كما ذكرت حول الزراعة والأمور البسيطة. يعني. اهتمامات زراعية. اهتمامات زراعية. بعد ذلك يكفي. حتى يعني التعليم بالنسبة للإناث قريبا مستبعدة بهذا الأمر. ما في تعليم الإناث؟ ضعيف؟ في، يوجد ولكن ضعيف. لا يتم متابعته. نعم، ليس لهن الحظ الأوفر. تمام. تشتغل المرأة؟ توظف؟ لا. توظف. يعني بتاخذ دراسة متواضعة بسيطة وبتوقف. توقف. لماذا؟ بسبب عدم ذهابها إلى إعزاز. يعني لا يوجد ثانويات في القرية. فيضطر الأمر إلى الذهاب إلى إعزاز، ولا الأهالي لا يبعثون أبنائهم إلى إعزاز. الله يعطيك العافية. حياك الله. حياك الله أستاذ. الله يسلمك ويبارك فيك. لا يوجد تاريخ مدون أو مكتوب لقرية نيارة. لم نعرف يعني أي مرجع يمكن الوصول إليه من أجل معرفة التاريخ الحقيقي للقرية، ولكن ما استطعنا الحصول عليه هو أن هذه القرية قديمة جدا وربما تعود إلى العهد الروماني
وهناك علاقة بينها وبين إجدة القرية التي تحاذي نيارة بسبب وجود قاسم مشترك هو مرور الراهب مارمارون المرجع الأساسي للطائفة المسيحية المارونية، مروره من إجدة باتجاه نيارة باتجاه برد. حتى نحكي أكثر عن تاريخ نيارة رح يكون معنا العم عبد الكريم حسن أبو حسن، أحد أكبر الرجال الموجودين في القرية والمهتم بتاريخها. يعطيك العافية عمي أبو حسن. أهلا سلامات أستاذ مصطفى، حياك الله. حياك الله، شرفتونا. أهلا وسهلا. الله يكرمك عمي أبو حسن. بدي أسألك بداية، هل نحن حسب ما فهمت نحن يعني الآن واقفين في أقدم منطقة في نيارة الحالية؟ نعم. شو هي منطقة؟ هي منطقة قلت لك ما بعد مارمارون اللي كانوا فيها نسموه نحن الأغوات الأتراك، هي إجت بعد مارمارون. إحنا بالنسبة كسكان في هذه القرية منذ أكثر من 300 عام في هذه القرية، إنما قبل ما تتواجد سكان العرب أو نسميها عشيرة العجيل كان في أتراك، والأتراك كانوا هم مسلمين القرية. طبعا هي قبل مارمارون، بعد مارمارون، عفوا هي شرق. بعد مارمارون. وهالقرية هي قلت لك يعني هالمنطقة اللي احنا فيها تعتبر أقدم نقطة موجودة في هذه القرية، كان يسكنوا فيها الأغوات بنسميهم الأغوات الأتراك في العهد العثماني. في العهد العثماني. تمام. طيب عمي أبو حسن، يعني شو قد عمر هالقرية هي؟ عمر هالقرية ما يقارب 2000 عام. كيف عرفت؟ عرفت يعني قبل مارمارون بأكثر من 100 سنين كانت القرية هاي موجودة. هذا طبعا التاريخ يعاد للناس اللي أبائنا وأجدادنا، هالكلام يتناقل من الأجداد إلى الأباء حتى وصلنا الكلام هذا. أنه يعني العهد الروماني. العهد الروماني. واللي سكن هون بهالمنطقة وسكن ملك عزاز هو الملك عزاز. ملك عزاز كان يقال أنه عنده بنات. ملك قلعة عزاز. عنده بنات. بنت اسمها يارا وبنت اسمها يحمود، ويقال عنده بنت اسمها ندى. نسبة للقرية المجاورة تبعد 3 كيلومتر عنها. مرضت أحد بناته أخذها على جبل برصايا في عابد يقال له الشيخ برصا، أخذها لهنيك. وشو صار معهم بعد؟ اندفنت هي في جبل برصايا، هي بنت الملك عزاز. وما بعدها الملكة. أنا بدي هون لماذا سميت يعني نيارة؟ أنت نسبتها إلى ملك قلعة عزاز. إيه هو كان اسمه بالأصل شو اسمه؟ بالأساس احنا نعرفها نيارة. اسم بنت الملك شو اسمها كان؟ يارا. اي نسبة لهي ليارا سميت نيارة. يارا حطوا له حرف النون صارت نيارة. يعني يارا الاتراك شو قال؟ شو يارا؟ يارا حطوا نقطة سووها نيارة. يعني كتبوا كلمة نيارة. انت الان عم تقول خلينا نمشي هيك. نعم. بانه نيارة سميت نسبة لبنت ملك قلعة عزاز. ايوه. وايضا قرية يحمور. وايضا قرية برصايا. برصايا. طيب. نعم بالضبط. وبعدها بعد العهد الروماني بعد العهد الروماني احنا على وعي ابائنا واجدادنا اجوا الاتراك. الاتراكوات اغوات كانت العالم هي تفلح فلاليح مزارعين عند الاغوات عند الاتراك. كاظم وفخري ونشات افندي اللي قطن وسكنوا بهالنقطه هي القديمه، وصارت الناس تفلح وتزرع عندهم ويسمون وكلاء. الوكيل يجي يفرح ويزرع، واخر الموسم يجي هالاغا يستثمر، شوف عنده شو طالع قمح، شو طالع شعير، شو طالع عدس، ياخذ الموسمين ويعطي الفلاح الجزء المبلغ اللي متفقين عليه. الحكم كم سنه؟ الحكي هذا من شيء 300 سنه. نعم. بعد 300 سنه الارض قالت لكم، الارض قالت ان الاتراك صار يبيعوا، بدهم يتركوا البلد صار يبيعوا، باعوا قسم كبير وما تبقى. اجى التحديد والتحرير واجت المساحه، مسحت الارض وسجلتها، مين الفلاح مين المشتري صاروا يسجلون. طيب هلا انتوا نعم. الان الموجودين هون في النياره. نعم. انتوا من اي عشيره؟ من عشيره العجيل. عشيره العجيل من كم؟ نعم. سنه جيتوا لهون؟ من 250 سنه سكننا هالقرى هي. يعني بعد المرحله اللي كانوا فيها الاغوات. آه. كنا في هالجبال في نرعى الاغنام، عندنا الماعز والاغنام. ايوه. عايشين بهالجبال، صار الاغا مثل ما يقول هون يطلب فلاليح، اللي عنده مثلا قال لي اني عمي هون، عمي اخوه مثلا موجود بالجبل. فليكن ديرسون مثلا يخبره يبعث له واسطة، تعا أفلاح وأزرع عند الأغا الفلاني، بصير صاحب ملك وصاحب أرض وتستثمر أحسن ما أنك عايش بهذه الكهوف في هالجبال، تعا أزرع وأفلح هون حتى تستفيد. صارت تجي العالم، اليوم راح فلان بكرة راح فلان، كاثرت العباد، صار يجيها مثل ما تقول من كل قاص المدينه. وبعدين اشتريته من الأغوات. اشترينا من الأغوات. والقسم اللي بقي أخذته بالتحديد والتحرير. القسم اللي بقي أخذوه بالتحديد والتحرير. طيب. هل احنا الآن على البيدر. إحنا هون على أرض البيدر. هون. هي بيدر. مارمارون.
مرمره من هالنقطة هاي إجا من قرية إكنا مرورا طبعا هو على الطريق مر كفرغان وتل حسين إجا بس ما وقف لا بكفرغان ولا تل حسين إجا من إكنا على قرية نيارة. ويقال إنه كان هون في له يعني مكان بكهف يعني ما تقول له عمر هيك بهالنقطة هاي هون مكث في كهف صار يتردد ذهابا وإيابا إلى قرية إكنا. تمام يعني طول فترة ما بنحسن أقول لك شغل طول من قرية نيارة تابع مسيره إلى براد. براد. طيب بقي سؤال أخير عمي أبو حسن. تفضل. نيارة واقعة في منطقة متوسطة جغرافيا. نعم. شرق مدينة إعزاز مهمة. نعم. كتير في إلى يعني تحكي لي عن الموقع. الموقع. نعم موقع جغرافي يعني قرية أقرب شيء للمدينة مطلة على قرى مجاورة القرى المجاورة كلها قريبينهم ويتعانوا بالزراعة والفلاحة وتربية الأغنام وهالقرية هي متوسطة القرى يعني. كم مدخل لها؟ لها 10 مداخل على القرية من القرى من إعزاز على ندية على يحمور على تل حسين على الشيخ ريح على إكدة على طاطية على السلامة نرجع على قرية إعزاز ولكن يا للأسف أنه كل الطرقات المؤدية لها القرية يريد يكون في طريق مناسب معبد تمشي عليها العالم هاي نتمنى أن الجهات المعنية تكثرت فيها الأمور يعني. إن شاء الله الله يعطيك العافية جزاكم الله خير بارك الله فيك شكرا لك سلامات أستاذ مصطفى شرفتوني أهلا وسهلا يعطيك العافية يا أمي الله يعافيك اتعرف عليكي ايه نتعرف شنو شو اسمك اسمي زريفة يا أهلا وسهلا بالحجة زريفة شو قد عمرك عمري 70 سنة ما شاء الله بس صبية ايه صبية حركتك كويسة يا عم تروحي وترجعي ايه والله شوي بس مرضان اشي راح اريح وجه بيا ضغط ما بيروح لين ورجعت مرضى سلامتك الله هذا اللباس اللي لبستيه ايه هذا زي عنكم ايوه هذا زي نحن هذا حتى راسك شو هذا هاي شاب نحط على راسنا ما نحط على راسنا هيك ايوه من زمان هيك ايه وهذا هذا هذا شرب هذا لا هذا اللي على راسي يكون هذا شرب هذا ايه الابيض ايه هاي أيوة. مركزيت هاي مركزيت ايوه والطوق هذا العقيق من الحج هذا جبته ايه عقيق ايه هذا عقيق والثوب والثوب شرب من البياح طيب احكي لي عن وضع المرأة هون وضع النسوان هون شلونهم زين وشين شو بعرفني بيهن انا زين اشتو بيزين وشين شلون يعني زين وشين فاهمين يعني مليح وما مليح مركب ايوه معي. مليح وما مليح شلون يعني شو بعرفني بيهن شلون حياتكم اول كانت حالتي اولي قاعد اقول لك جحيم والحد ما اعرف جحيم ايه ليش كلينا الله عليك السلام ورحمة الله وبركاته يعني كان جب نشل بالحورة منه مي ما بهيك تطلع المي وما بيبي ولي بضيعة كلها بعدين عصارت المي قبنا عاد النهر يجري وهني قلنا عاد نشتغل بالنهر النهر من وين؟ يجي من العين هيش بعين هيش من هيش يجي علي عالضيعة وانقطع الحزراح العين نيارة ايوه ايوه نيارة أيوة. يعني اول كنتوا طلعوا مي من الجبيب ايوه بعدين صرتوا لما اجى النهر تربوا بالنهر بعدين انقطع النهر ايوه وقطع النهر كنت تربوا غنم بقر ايش كنت تربوا ايه ربي والله غنم وبقر كل شيء وغنم معز كل شيء ربي تحب إيه. نيارة كثير يلا احب ولدت بنيارة اولادي بنيارة كلها بنيارة الله يقويكي الله يسلمك الله يعطيك العافية الله يعافيك طول عمرك الله يسلمك وايش فيكي الله يسلمك والله السلام عليكم السلام ورحمة الله الله يعطيكم العافية الله يعافيك اتعرف عليكم عمر الخطيب من ريف معرّة النعمان الشرق مهجر لهون مهجر في قرية نيارة أهلا وسهلا محمد شحاذة خليل من حيريم منطقة السلاغ مهجر لهون على نيارة أهلا وسهلا فيكم قولي عن موضعكم هون والله نحن تهجرنا في ظروف قاسية جدا وقصدنا المخيمات الموجودة في منطقة إعزاز فما وجدنا مكان هذا التهجير كان في بداية 2020 فالتجأنا إلى القرى المجاورة لها المخيمات وكان نصيبنا التجأنا إلى قرية نيارة الحقيقة قرية نيارة وجدنا فيها ناس طيبين وكرماء واستقبلونا وفتحونا بيوتهم وشاركونا بكاسة المي وبرغيف الخبز وما قصروا معنا عطونا أحرامات عطونا سفنج عطونا لحف وفتحونا بيوتهم وبركنا يعني كم يوم عبين ما دبرنا حالنا فاللي دبر حاله استأجر بيت واللي ما عنده يعني
أعطوا أهل الضيعة بيت وسكن فيه. إيش عرفتوه هلأ هون؟ لا شيء والله، ما في ما أي مجال للعمل. خلينا نمشي شوي. أي مجال ليش للعمل؟ ليش لا ما في مجال؟ طب هل أنتم أصلا جايين من قرى؟ من قرى يعني؟ نعم. تشتغلوا بالزراعة؟ نعمل بالزراعة أحيانا إذا في مجال نشتغل بالزراعة، يعني بنحوز زيتون مثلا، نستأجر شقفة أرض أحيانا نزرعها، نشتغل فيها نحن وأولادنا، هذا إذا وجدنا حدا يأجر. فهذا شعب يعني هون كمان، هو الشعب بنفس الوقت بحاجة، يعني ما نحن بحاجة، هون الشعب بسيط زاد بحاجة، ما عنده شيء يعني كمان بحاجة. يعني فرص العمل هون قليلة؟ فرص العمل قليلة قليلة جدا، ونحن عندنا يعني عدب على المنظمات كثير. المنظمات ما حدا فكر فينا ولا حدا اجى شاف ايش وضعنا. المنظمات عم تستفقد المخيمات ونحن هون منسيين. عندنا الطفل بيروح على المدرسة فيق الصبح بيقول لماما شغلي للصوبة، بتقولوا لا تجي يا بابا، بيروح على المدرسة وبيرجع ملوت ثيابه بالطين وبالوحل وبياكل قتلي، وبتقولوا ليش ما ضليت، بقول للأستاذ مون رايح يدور شغل، ما عم يعطوه ما عم يزيدوا له الراتب. يعني حتى الأستاذ مو ملاقي يعني وضع أولاده وضع بيته كتير صعب. مستوى المعيشي بسألك عمي، مستوى المعيشي للمهجرين لهون قصرا والأهل قريش تبعهم؟ والله مستوى المعيشة ضعيف، يعني ما في شغل ما في شيء، يعني اللي ما عنده شيء منين يجيب شيء. اليوم مثلا الخبز الربطة بخمس ليرات، المهجرين عم يأخذونها، وأهل الضيعة بخمس ليرات، يعني ربط الخبز كله عشر رخفان ثمان رخفان بخمس ليرات، وشغل ما في شيء ما في. يعني لو في شغل واحد اشتغل، إذا بده يصرف 50 ليرة بده يشتغل 50 ليرة حتى يوفره، وما جاي يشتغل بليرة منين يجيب 50 ليرة؟ طيب هاي الأمور. إيش الشيء يعني اللي أخذتوه من أهل الضيعة واللي أعطوني إياه، يعني قيم عادات تقاليد؟ والله في كرم في طيب، وفي شاركونا بأفراحهم، تصير فيها يعني يعزمونا نحضر الأفراح، وإذا صار عزاء بنفس الوقت كنا نحضره، حتى صار نسبي بيننا وبينهم يعني صهرة يعني، ومنا وعطيناهم عروس مثلا وتعاونوا معنا بشتى المجالات. أثرتوا فيهم ولا أثروا فيكم بصراحة؟ الطرفين تأثروا ببعضهم، الطرفين تأثروا ببعضهم، يعني الطرفين تأثروا ببعض، كونا من بيئة واحدة تقريبا، يعني نحن أهل الريف وهن أهل الريف، والتقينا في نقطة واحدة الحقيقة. الفلكلور الشعبي اللي هون، نعم، سواء كان الغنائي ولا نعم الشعري ولا الزجة ولا كذا، نعم، بيشبه بعضه؟ ايه تقريبا يعني 70%. شو اللون تبعكم؟ نحن اللون تبعنا كان يعني مثل ما تقول الدبكي الولدي مثلا، دبكة القصار، واللون الميجنة والعتابة وال ويعني والدلعونة. السلام عليكم. شكرا لكم وميت السلام. السلام عليكم. مختار عم ندور عليك ولقيناك هلا. يا اهلا وسهلا، حياك الله. سلامات. شلونك استاذنا؟ اخبارك؟ الله يحييك. مختار النياره. نعم. ابو جمعه. نعم. هلا قبل كل شيء انا بتسالك على الخدمات هون ووضع الناس بالعموم، حكينا بشي عن وضع الناس بالعموم، شلون وضعه المعيشي؟ اول شيء نحب نشكر قناه حلب اليوم على زيارتكم لنا. اهلا وسهلا. والاطلاع على وضع الناس اللي عندنا بالقريه. قرية نيارة ناس بسطاء يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي. بالنسبة للخدمات يعني لا أخفيك ضعيف. قبل الخدمات مستوى المعيشة شلون؟ مستوى المعيشة يعني شبه متوسط. توسط. متوسط أو أقل كمان. هاي القرية. نعم. والمهجرين اللي عندكم؟ المهجرين اللي عندنا حقيقة مظلومين ومنسيين، يعني باعتبار أنه ساكنين معنا ما مخيم أو كذا، يعني ما في من ناحية المنظمات، يعني أنه شوي في مظلومين، في تقصير، في تقصير. طيب. نعم. كيف عن الخدمات هون؟ والله لا أخفيك يا أستاذ، الخدمات عنا ضعيفة جدا جدا، يعني باعتبار نحن مجلسنا يعني إمكانياته شوي ضعيفة. عم نناشد نحن والمجلس بالتعاون، نناشد المنظمات يعني كطرقات مثلا، فرش طرقات، تصليح صرف صحي، مياه، وإن شاء الله عن طريق قناتكم الكريمة يصل صوتنا وتجي هالمنظمات ان شاء الله. الطرقات في القريه معبده ولا لا؟ بالاصل مزفته ولا لا؟
لا لا ابدا، مثل ما قلت لك استاذي المنظمات في لها معايير يعني ما تعب قبل المنظمات. نعم. قبل المنظمات قبل لا ما هي معبده، بس طريق رئيسي من نيارة العزاز، وهذا الطريق صار له شيء 20 سنه 25 سنه يعني تحفر كمان، ما هي المشاكل انت مشيت عليه. في صرف صحي؟ صرف صحي يعني تقريبا 50% بده تصليح. شبكه مياه؟ شبكه مياه لا، ما في كان قديم يعني، ولكن هلأ غلطغت من شيء 11 سنة تقريبا. كيف لك الناس تشرب مي؟ تشرب عن طريق الصهاريج والآبار السطحية. إيه ميتنا سطحية نحن هون. كهرباء؟ كهرباء إيه الحمد لله مش الحال. عندكم كهرباء؟ إجت الكهرباء نعم. هلأ في حدا حملنا أنه أخي احكوا عن موضوع الوضع الطبي أو الصحي اللي هون. هلأ قصة الصحة العامة، شلون الصحة العامة؟ مشان نكون منصفين نحن، هلأ الوضع الطبي طبيا يعني في الحمد لله في مشافي بس السلامة، في عدة مشافي بعزاز، النقاط قريبة علينا مشافي متوفرة الحمد لله، ولكن بالضيعة يعني كمستوصف كهيك ما في، لا ما في شيء. فهمت أنا إنه المعاناة تبع أهل الضيعة إنه في حوالي 10 مداخل للقرية. نعم. كل الجهات لكن كلها غير معبدة، غير جاهزة لأنه تمر فيها السيارات حتى يعني. نعم. وبالتالي الوصول لنقطة طبية قريبة مشكلة. نعم نعم بالشتوية يعني هلق مثلا قرية السلامة فيها مشافي وفيها رعاية طبية. قرية السلامة تبعد عنا 3 كيلومتر، بالشتوية الطريق ترابي ينقطع، يعني بدنا نطلع لعزاز 7 كيلومتر ونرجع 4 كيلومتر، شي 11-13 كيلومتر لنصل السلامة، وهي ما تبعد عنا أصلا 3 كيلومتر. قرية طاطية مثلا تبعد عنا شي 2-3 كيلومتر، 3 كيلومتر هلق بدنا نضطر نحن 15 كيلومتر نمشي لنصل 3 كيلومتر، ما في طريق يعني رئيسي يوصلنا لهالضيعة، هاي يربطنا بالضيعة، باعتبار انه ضيعتنا يعني 10 طرقات يعني تربطها مع الضيعة اللي حواليها، مثل يحمور، الشيخ ريح، الفيرزية، تل حسين. ان شاء الله نحن في بداية عام جديد، بركي ان شاء الله يعني منظمات تكون في عندها مشاريع تلاحظ الموضوع. ان شاء الله نحن متفائلين خير ان شاء الله. حياك الله مختار. ميت السلامة، اهلا وسهلا، سلامات علي استاذنا. السلام عليكم. شلونك؟ اهلين سلامات. الله يحييك. الله يسلمك. حدا قال لي بانه انت يعني مربي ابقار تمام. ايه مزبوط، انا مربي ابقار قديم. قديم مزبوط. يعني كم سنه؟ يعني صار لي يعني اكثر يجي 14 سنه 15 سنه. تمام. يعني كان عمري يجي 20 سنه مربي. هلا هون القريه مشهوره بتربيه الابقار، ليش؟ لاني اعتمادهم على الابقار يعني مصدر دخلهم على الابقار. اقصد من زمان بيربوا. من زمان لا من قديما من دور في مراعي كبيره، في بيادر، في كل شيء يعني، في بيادر في مراعي، بس يعني السنه يعني غير عن السنين القبل، يعني السنه سنه يعني محل قليل يعني. الله بعين. الله يسلمك. ايش بقراتك؟ ايش عندك ابقار؟ ايه تفضل استاذ. ان شاء الله ما شاء الله على البركه. الله يطلع فيهم البركة. بتقول الله يسلمك يا سيدي. كم بقرة عندك؟ عندي 4 بقرات وعجل وعجلة وعجلتين قرع مستوردات. شو عند قرع يعني؟ يعني مستوردات شغل يعني من برات البلد. وهذول؟ هذول هولنديات أصليات. هولنديات كمان؟ إيه هولنديات إيه طبعا. طيب الأصناف البلدية ما في حكم بلدي هون، شامي كذا؟ لا ما في والله، هين عندنا هولندي أصلي يعني هولندي، كلهم يعتمدون على هولندي. ليش؟ بشان الحليب. حليبه كويس. اي حليبه كويس. شد بحليب يعني بالنهار يعني 17-20 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. يعني حسب الطعمه يعني طعميهن 10 كيلوات علف يحلبوا 20 كيلو يعني 18-20 في اليوم ولا في لا في اليوم يعني الصبح والمساء 20 صبح 10 والمغرب والمساء 10. تمام. ايش قد نسبه اعتماد اهل القريه على تربيه الابقار بالذات؟ كم راس في عندكم؟ يعني حوالي 400-450 راس بقر يوجد في قريتنا هون. بقر لحاله؟ إيه بقر. وغنم؟ غنم في غنم يا اخي، غنم كثير في يعني في اكثر من 2000-3000 راس غنم اكيد. يعني الناس معتمده هون على الغنم والبقر اضافه للزراعه. الا اعتمادهم يعني الاساسي على البقر، ليش؟ مصدر معيشه يومي يعني يومي دخل يومي يعني كل يوم ياخذوا على العزاز ينزلوا لبن وهذول يجيبوا يعني حقه مصدر معيشتهم يعني. اضافه انه الابن تبعهم اللي بسموه الفلو، الفلو يستفيدوا هذا يعني، هذا يعني من البقره كل سنه لهم فلو يعني هذا ظل مكسب لهم يعني. طيب اليوم يعني قديش في جدوى اقتصاديه كويسه من تربيه الابقار؟ يعني هي اقتصاديا كويسه يعني، ليش؟ الشعب السوري يعتمد على شنو؟ على على
على على حاله يعني، شنو بياكله بشغله بكل شيء يعني، ما نعتمد يعني كان شعب سوري على برات الدول برا يعني، احنا اقتصادنا منا وبينا يعني، بالزراعه بالثروه الحيوانيه يعني بالانتاج بالصناعه بكل شيء يعني. كلامك انت كانه كل بيت في في الضيعه هون في نيارة عنده بقر. لا ما في بيت ما فيه بقر، ما في بيت بالضيعه ما فيه بقر وفيه غنم كمان. ايش المصاعب اللي بتواجهكم حاليا كمربين؟ احنا السنه مصاعب يعني من قله التبن والعلف يعني بغلاته بس. عناية طبية فيه فيهم؟ في عناية طبية يعني، في يعني نوبات منظمات تجي يعني، يعني مو شكل دائم يعني احيانا. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. شكرا لك. الله يسلمك يا دكتور. الفقرة الأخيرة اللي رح أقدمها لكم من مضافة المختار أبو جمعة اللي أكرمنا واستضافنا فيها، رح نحكي فيها عن الفلكلور الغنائي الشعبي بنيارة، نحكي فيها أيضا عن العادات والتقاليد، ونحكي فيها عن الأعراس كيف كانت تقام قديما، ورح نختمها بمحاورة بين عمي أبو فاضل وعمي أبو حسن. بدي أبدأ مع عمي أبو حسن، عفوا عمي أبو فاضل، بدي أبدأ مع عمي أبو فاضل. عمي أبو فاضل بدك تحكي لي عن يعني الفلكلور الغنائي هون الشعبي الدارج هون المعروف بنيارة الشرقي مدينة عزاز، احكي لي عن انواع الفلكلور هون، الاغاني الموال العدية، عدة انواع الغناء بعتابة بموال وبسواحلي وبعديات يعدوا يعني بالعرس يعني، وهالبنات والشباب يدبكوا والطبل مشتغل والبيوت مبنية والكهارب والقهوة المرة دايرة، هيك كانت عروسنا اولي بنهار وليلة الأسبوع يعني ليل ونهار بالليل يصير النوم ينصرفوا والضحى والساعة 8-9 يقوموا على الأرض، هاي العوائد كانت الطبع. وكلهم في غدا وعشاء طبعا كل وقت بوقته وكله يتحمل أهل العريس. نعم كل واحد شايل ضيعة كمان، مو أنه أنا اليوم بشيل سجو المختار يشيل الشيخ ريح، كل واحد نجتمع نعمل عشاء ونتقاسم الضياع حوالينا اللي بدنا نعزمه لمدة أسبوع. لمدة أسبوع بدي يعني الناس كانت كتير مرتاحة معناها مرتاحة ومبسوطة لا هم ولا غم، ومع ذلك كان فغر يعني ما كان إنه فيه التراهف وكذا، ومتحملين ومكيفين وهي العوائد كانت بيناتنا. هي أنت قل عمي أبو حسن، عمي أبو حسن يعني بهذا هي الأعراس اللي عم يحكي عنها عمي أبو فاضل كانت تقام بعد المواسم بعد الحصاد مثلا لما بتصير الناس مع غلة، ولا كيف كانت تقام؟ إما تقام؟ لا طبعاً راح تقام هاي الأعراس كانت بعد المواسم، لأنه تعرف أيام الشتوية الناس دوبها ملحقة، المزارع شو زرع له عنده كم هكتار أرض زرع عم ينتظر الموسم حتى يطلع الموسم، من بعد الشهر السابع بعد ما تطلع المواسم تبدأ هالأعراس. اليوم فلان من الناس المختار خاطب لابنه، جمع أهل القرية شباب أنا خطبت لأمري بنت فلان مشان تجي لعندي تحضروا المناسبة، بدي أقدم حلو أقدم فواكه إنه خاطب لابنه. بعد كم يوم يعلن الحفلة العرس، يعزم هالقرى المجاورة نيارة هي العرس فيها، الشيخ ريح تل حسين تليل الشام السلامة ندى يحمور هالقرى المجاورة من عزاز بعض الناس الأصدقاء، يا شباب أنا عازم كل العالم هاي وعازمكم على الغداء، وأنا هالعالم هاي راح تجي وتظل عندي مدة أسبوع أو خمسة أيام على الأغلب كانت أسبوع يعني. أقوم مثلاً أقول له يا مختار أنا علي تل حسين، يقوم أبو فاضل يقول له أنا علي الشيخ ريح، يقوم أبو جاسم يقول له أنا علي هالعزاز. بهالعالم هاي الغداء والفطور والعشاء مو حساب صاحب العرس، على حساب الناس اللي شايلين إحنا بنسميهم حملة المعازيب، هذول أنت جبت ضيوفك أنت مسؤول عنهم، وزعتهم أهل القرية، وزعتهم أهل القرية يروحوا يناموا عنده، والصبح ها الضحوة القهوة يكون عازلة، تروح الطبلة بتدور عليهم تفتل بهالقرية تجمعون على المرسح، المرسح هو بأرض البيادرة الشوادر مبنية والعالم موجودة، بضلوا كمان ها لوقت الغداء، وقت الغداء كمان الطابلة بتودعون تروح توصلون كل دفعة بكل 10-15 واحد ماشيين توصلون سوا، العبدال هذول الطبالة ما قلن يودع، وصلوا ضيوفي وصلوا ضيوف أبو فاضل وصلوا ضيوف المختار والمحلون، والمساء يرجع يجيبون لآخر السهرة تفض السهرة لمدة أسبوع أو 6 أيام 5 أيام هالحدود يعني. آخر شيء يوم صاحب العرس المتكلف بقى بده يعمل نسميه احنا اسماط،
هذا بده يعمل عاد انه الضيعه كلها والعالم الجايه كلها بده يذبح ذبائح. بس هو عاد بالاصل الناس اللي اجت من برا ضيوف، هذا جايب له غنمه، هذا جايب خروف، هذا جايب جدي بجيبوا ذبائح، هذا جايب كيس رز، هذا جايب كيس سكر، هدايا هدايا. اخر يوم عاد صاحب هالعرس بده يقوم بهالحفله هي يغدي كل هالناس، تنتهي حفله العرس. هكذا كانت العرس. خليني انا بعرف واحد من فنون الغناء اللي هون معروفه بالريف، ريف الشرقي العزاز، بنيارة بالذات، هو المحاورة بين 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 مطربين أو فنانين. إيه هلا نسمع محاورة بينك وبين عمي أبو حسن. نعم. البداية من وين؟ من أبو حسن. أبو حسن تفضل سيدي. نعم. شو هاي ختام مسك. نعم تفضل. نودع المشاهدين بمحاورة بينك وبين عمي أبو حسن. نعم. عمي أبو فاضل، وعمي أبو فاضل بيقول البداية من عندك. يعني إيش المطلوب؟ عتابة بينك وبين عمي أبو فاضل. هي 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 عليهم يا دليلي، عليهم يا دليلي، دوم بتعين وسطت بيك الليالي يا ملوم. هلا يا ابو بتعين، أنا يا أخوي أبو فاضل عقب ما كنت للمنظام بتعين، أشوفك عدة تشكي من المصايب. هيبل أشوفك عدة تشكي من المصايب. عندك عمي أبو فاضل. يا بنا غطير الحمام وصاح علام، يا ضرب سيوفنا يا ابو حسن بالصخر علام. علام يا ولد جاد انك زكي، تعال عدنا وتعلم. بيدنا الشط الجعود الترف وبيدنا السيف، حبيبي يا ابو حسن انت قلبة الخنجر وانا السيف. عمي ابو حسن علامش علامش تجولين، علامش تجولين بعنانش يا جلفاي، وهنا مربط العودة يا نهي. هلا يا ابو يا جلفاي، أنا لقعد بالشمس يا أخوي أبو فاضل لما انتج الفاي، وما دام الدهر معطيني قفاي. سلامتك. تفضل. هلي شالم هلي شالم، وخلاني بصيرة أنا ضيعت الدليل يا أبو حسن والله مع البصيرة. اي والله يا عيني أنا ضيعت الدليل مع البصيرة، يا بعقب لبس الحساوي والقصيرة اليوم على عيني محاوتني الغراب. سلامتك. الله يسلمك. والله وبليل سارين يا ابو فاضل يا عيني، وبليل سارين وما ادري خبرهم وين. اهي بالله وبليل سارين يولي مخلين، هين 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 عجب مخلين وسلام عند الجار. اي بالله بلشي مخلين خليه سلام عند الجار. اي ويلي يا ويل الليل
الليل طايل الليل طايل عالما ينام الليل ويلي الليل طايل. اي والله يا ابو حسن المين المين السايل المين السايل تسايلك يا قلب. يسلم تمك عمي ابو فاضل وتمك عمي ابو حسن، والله يعطيكم العافيه. ختامها مسك بنهايه هذه الجوله الحلوه كثير من قيادة النيارة. اهلنا وحبايبنا وخلاننا على راسي والله. اسعدتوا المشاهدين بحضوركم خاصه بالنهايه بعد المساء. زارتنا البركه والله. الله يحفظكم يا رب ويطول عمركم. وسهلا فيكم. حياكم الله. اتمنى المزيد تزورنا وتشرفنا ان شاء الله. ان شاء الله بشكل دائم. بدي اشكر مختار ايضا ابو جمعه على استضافته لنا. نعم. كل النهار اليوم معنا عم يتعب معنا وبالنهايه هون واكرموا لنا. وايضا نشكر الساده المشاهدين على متابعتهم لنا، وراح نوعدكم نكون في الاسبوع القادم ان شاء الله بجوله جديده من منطقه سوريه اخرى حبيبه. حتى ذلك الوقت نودعكم على امل لقاء بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.